بإذن الله. لكن ننتقل إلى المشاعر المقدسة. الزميل والدكتور خالد العتيبي متواجد أو موجود هناك على أرضي المشاعر من ميناء. الزميل الدكتور خالد، الخط إليك. يا مرحبا، أهلا وسهلا بالجمع الطيب المبارك في الرياض. أهلا وسهلا فيكم وبكل من يشاهدنا من هنا من المشاعر المقدسة. ها قد عدنا لكم. أنا أرحب بكم مرة أخرى، وهذا أول ضيف نسعد به في هذه التغطية بحول الله عز وجل من المشاعر المقدسة. شرفنا في هذه اللحظات سعادة العقيد مبارك بن إبراهيم الخريف، أبو إبراهيم مدير إدارة شؤون المتطوعين بالدفاع المدني. يا مرحبا. يا مرحبا فيك، وأنا شاكر ومقدر هالاستضافة في أشرف مكان وأشرف زمان وفي أشرف مهمة، وهي خدمة ضيوف بيت الله الحرام. الله يبارك في جهودكم ويجزيكم خير. وإحنا دائما نقول كل القطاعات حقيقة، حكومة وأفرادا، كل أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه يقولون لكل وفود الرحمن الذين يفدون إلينا مرحبا بكم، وحللتم أهلا ووطئتم سهلا، والسعودية كما يقول النشطاء ترحب بالعالم. نعم. أنا يعني أستاذنك أن يكون معنا شركاء. إحنا هنا في الرياض، أنا معك لكن أيضا معنا شركاء، حياهم الله، الشباب في الرياض يأنسون بوجودك وهم يشعرون بجهودكم وبوجودكم معنا. سعادة العقيد، الله يبارك في عمرك، التطوع هذه اللفظة الجميلة التي يعني هي موجودة في العالم أجمع، لكن لنا نحن المسلمين مفهوم وفلسفة أخرى فيها. تحدثنا عن التطوع في هذا العام لديكم في الدفاع المدني، أعداد المتطوعين، طريقة التطوع، حدثنا عن التطوع عندكم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. الحقيقة كلمة التطوع كلمة جميلة جدا. نعم. مهما قلت جميلة فهي قليلة بحقها. تعني التضحية، تعني الفداء، تعني الإقدام، تعني الشجاعة، تعني بذل الخير للآخر، تعني حب الآخر أيا كان هذا الآخر. المديرية العامة للدفاع المدني من الجهات السباقة في تبني العمل التطوعي، فمنذ عام 1387 انطلقت أول شرارة للعمل التطوعي، وكانت انطلاقة ولله الحمد مباركة، يعني تقريبا 50 سنة. نعم نعم صحيح. تلاها مبادرات كثيرة في العمل التطوعي حتى صدور نظام الدفاع المدني عام 1406. تبنى هذا النظام العديد من المواد التي تعين المتطوع وتوضح أبعاد ومعالم التطوع في أكثر من مادة. فمثلا المادة الثالثة اعتبرت أن المتطوع هو الركيزة الثالثة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني. يا سلام. فعندك في الأول الركيزة الأولى اللي هم منسوبي المديرية عام الدفاع المدني. جميل. الركيزة الثانية اللي هم القطاعات الحكومية والأهلية المساندة. الركيزة الثالثة هم المتطوعين بشتى أصنافهم، ذكور وإناث بمختلف التخصصات. في الحقيقة أنه الموضوع هذا لا يتوقف عند النظام، بل بادر المعنيين في الدفاع المدني بتبني إنشاء لائحة للتطوع بالمملكة العربية السعودية عام 1422 في وقت مبكر، في حين لم يكن هناك أي لائحة تنظم العمل التطوعي. هذه اللائحة صدرت فكانت معززا ومساندا للمتطوع. توضح هذه اللائحة أبعاد العمل التطوعي، توضح الحقوق والواجبات للمتطوع، توضح طبيعة العلاقة بين المديرية العامة للدفاع المدني والمتطوع، تجلي أي غموض يكتنف العملية التطوعية. هل تشعر سعادة العقيد أنه كثير من الناس اليوم عندنا فاهمين العمل التطوعي، مقبلين عليه، في إقبال يزداد، أم ما زال في غموض عند بعض الناس مفهوم العمل التطوعي وإحجام قليل؟ جميل جميل. في الحقيقة احنا في بلد الخير الحمد لله، وخادم الحرمين الشريفين من السباقين إلى المبادرات الخيرة، وخيره عم جميع العالم، هو موجود بس في المملكة العربية السعودية. فولاة الأمر يدهم الله عززوا من مكانة العمل التطوعي. فرؤية 2030 الآن تعزز من مكانة العمل التطوعي وركيزة أساسية، حتى أنه من ضمن ما ورد في الرؤية أننا نسعى إلى تحقيق 1,000,000 متطوع سنوياً. وفي الورشة الأخيرة التي كانت مخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، هناك منصة خاصة بالقطاع الثالث ومن ضمنها التطوع. فالمواطن
في هذه البلد المباركة هو أيضا سباق للخير ومحب للخير ودائما له إسهامات كبيرة في عمل الخير، لكن لوائح التطوع هذه تنظم هذا الخير، تجعله في نسق جميل جدا، تظهره وتبرزه للعالم الخارجي بأن شباب وشابات المملكة العربية السعودية هم فعلا على قدر عالي من المسؤولية، هم يخدمون مليك هذه البلاد المبارك ويخدمون هذه البلاد المباركة ويخدمون كل ما يعيش على ثراء هذا الوطن المبارك. طيب خلينا نتكلم شوية بلغة الأرقام. طيب هل يوجد فرق بين أعداد المتطوعين لديكم في هذا العام على الأعوام الماضية؟ صحيح ولله الحمد والمنة، نعم، يعني في العام الماضي القريب كان لدينا 300 متطوع. نعم. في العام الحالي في هذا العام لدينا 700 متطوع. أكثر من الضعف. أكثر من الضعف. ما شاء الله. والحقيقة إنه هناك تخصصات علمية قد تستغرب في وجودهم في العملية التطوعية، إلا أنه هذا دليل على مدى وجود وعي بأهمية العمل التطوعي في جميع النخب وجميع مستويات. جميل. فمثلا عندنا 282 طبيبة متطوعة مع المديرية العامة للدفاع المدني تقدم الخدمات الإسعافية والصحية، غير المتطوعين في الجهات الأخرى، غير المتطوعين في الهلال الأحمر في الشؤون الصحية، ونحن جميعا نعمل بصفة متكاملة، ولدينا فريق تنسيقي يضم هذه الجهات، اجتمع في شهر شعبان واجتمعنا أيضا في قيادة قوات الدفاع المدني بالحج من أجل توحيد الجهود التطوعية وإبرازها للعالم الخارجي أنه هذا بلد الخير، وطن الخير، يقدم الخير للآخرين. جميل. قلت توجد أقسام، ذكرت أنه في أطباء في أقسام أخرى للمتطوعين. نعم، اللائحة الخاصة بأعمال التطوع في الدفاع المدني رتبت أن هناك 14 تخصص يمكن للمتطوع أن يخدم فيه. جميل. بينما في الحقيقة أنه أيضا أنه تعريف الدفاع المدني بمفهومه الشامل يتيح أن يخدم المتطوع في أكثر من هذه 14 صنف. فلدينا سباك متطوع، كهربائي متطوع، ميكانيكي متطوع، لدينا رسام متطوع، يعني متخصص في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، لدينا في جميع مختلف التخصصات الطبية. في كل هذه الأقسام جاءكم متطوع؟ نعم نعم. ما شاء الله. يعني يحدثني أحد القادة أنه بحاجة إلى مجموعة من المتطوعين المتخصصين في أعمال الكهرباء والسباكة، فأخبرناه أنه يوجد لدينا مجموعة منهم. والحقيقة أنه شاب سعودي مهما كان تخصصه هو يقول أريد أن أقدم خدمة، سواء كانت خدمة مباشرة للحاج أو خدمة مساندة لمن يقدم الخدمة للحاج. طيب احنا نحب المواقف والقصص، تعودنا في هذا المكان في مواقف كذا جميلة لبعض المتطوعين تذكرها. والله الموقف كان في العام الماضي هو مفرح بكل ما تعنيه الكلمة، يعني احنا طبعا نفتح باب التطوع من 15 شعبان وحتى 24 رمضان لمن يريد أن يقدم على البوابة العمل التطوعي على موقع المديرية عام الدفاع المدني، هناك أيقونة يدخل عليها ويضيف معلوماته وبإمكانه أن يرفع جميع مستندات التي يرغب في رفعها عن طريق الجوال مباشرة، يعني النظام الورقي انتهى ولله الحمد والمنة. بعد انتهاء عملية الاستقطاب والفرز وقبول المتطوعين احنا نجد يعني اقبال كبير جدا، لكن من الصعب انك تستوعب جميع المتطوعين مهما كان لدينا خطط تتطلب يعني اعداد معينه. نعم، هذه الآلية مثل ما قلت لك انه اول شيء اعلان في الصحف بان هناك فتح باب التطوع للدفاع المدني، ثم بعد ذلك التسجيل في الرابط، ثم بعد ذلك الفرز والقبول، ثم بعد ذلك يمر المتطوع بمراحل منها إخضاعه لعملية تدريبية للمهارات الأساسية تأهيل. نعم، تأهيله على المهارات الأساسية لأعمال الدفاع المدني، ومن ثم استقباله في المطار وأيضا استقباله في موقعه هنا في المشاعر المقدسة، يخضع أيضا لدورة تدريبية مكثفة في أعمال السلامة والوقاية من الحريق والإسعاف، وأيضا هناك دورات أخرى مثل طريقة التواصل مع الحاج وكيف يقدم الخدمة، هناك أيضا دورات يخضع لها المتطوع الصحي، ولدينا أيضا شركاء ومن هذه القناة المباركة أنا أحيي شركائنا في العمل التطوعي مثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي وكذلك الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي وكذلك كلية الطب سماف. نعم، هم شركائنا من العام الماضي، هم والندوة
الجديد في هذه السنة هو مشاركة الأخوة في كلية الطب بجامعة أم القرى بمجموعة من الأطباء وطلاب الامتياز، فكل هؤلاء سخروا جهودهم من أجل خدمة ضيوف الرحمن. طيب نرجع للموقف، ترى الموقف احنا زي ما قلت لك بعد ما قفلنا عملية الاستقبال وكنت في المقر، أخبرني أحد الأخوة أن هناك شخص عند الباب، خرجت له فإذا هو كبير في السن، قلت يمكن هذا يطلب إعانة مساعدة. قال لي عقيد مبارك أنا جايك من المدينة وطالبك طلب. قلت والله أبشر أنا في الخدمة. قال أبغى تطوع مع الدفاع المدني. كم عمره تقريبا؟ عمره 65 سنة ما شاء الله. قلت له يا شيخنا احنا أغلقنا باب التطوع، والمتطوع له معايير معينة عندنا في اللائحة من 18 إلى 60 سنة، وأنت في مقام الوالد احنا نخدم. قال لا والله. فقلت له اسمح لي معلش، احنا انا اقدرك واكبر فيك هذا الاقدام ويعني اشكرك شكر جزيل. قال مهما قلت من كلام لن يثنيني عما اتيت من اجله، انا اريد ان اتطوع حتى لو اخذ خرقه وامسح سيارات الدفاع المدني. والله اني يعني بكيت من هذا الموقف، فقلت له اهلا وسهلا، بل انا اخدمك ومن حقك علينا ان نستقبلك. في الحقيقه ضميناه لمجموعة المتطوعين واعتبرنا هذا شرف لنا أن مثل هذا المواطن الكبير في السن يتعنى من المدينة المنورة ويأتي طالبا للتطوع في هذه البلاد المباركة وفي هذا المكان المبارك. هذه مشاعر أنا أتوقع كل جداً الناس في هذا البلد الطيب المبارك يريد أن يقدم أي شيء، جداً يريد أن يسهل جداً أي شيء. جداً طيب كنت تتكلم سعادة العقيد عن الحقوق والواجبات، الآن المتطوع اللي يسجل عندكم إيش تعطوه؟ تعطوه مكافآت؟ تعطوه شيء؟ تعطوه شهادة؟ والله بعض الناس ما يعرف إيش اللي بياخذ المتطوع. أبشرك من فضل الله سبحانه وتعالى، الرقم اللي ذكرته من 300 إلى 700 دليل على أن هناك رضا، وهناك في الدراسات العلمية أنه قياس مستوى الرضا عند العميل مهم جدا. فكلما ارتفع مؤشر قياس الرضا معناه أنك تسير في الاتجاه الصحيح. أين نحن ندعي الكمال، لكن أن ولله الحمد فيه مخرج جيد من العمل التطوعي في المديرية العامة للدفاع المدني، وهذا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم دعم ولاة الأمر في هذه البلد المباركة، وكذلك دعم معالي الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، وكذلك دعم قائد قوات الدفاع المدني الحج وسعادة المساعد العمليات، كلهم سخروا جهودهم بل أن الواحد يخجل أمامهم من الهمة التي تكون لديهم. الحقيقة أنه زي ما قلت لك المتطوع له عدة مزايا في الدفاع المدني ولله الحمد. طيب. إحنا نعطيه كل شوي زهرة، فله تذكرة سفر ذهاب وعودة، وله التنقلات داخل المشاعر باصات الدفاع المدني، وله الإعاشة والمقر الذي يليق بكرامته، كذلك إحنا نعزز من مكانته، نجعله يخرج في وسائل الإعلام، نضع له احتفال في الحج، نقدم له شهادة تثبت تطوعه، بالنسبة كذلك للإخوان في التخصصات الطبية نعطيهم شهادة باللغة العربية والإنجليزية حتى تساعدهم في حياتهم العملية ومستقبلهم الوظيفي. البعض يسأل إيش الفائدة من هذه الشهادة؟ ماذا يمكن أن تفيده في طبعاً بالنسبة للإخوة العاملين في المجال الصحي هي مفيدة لهم. نعم. طبعاً في الدول الأخرى المتقدمة أي شخص يعمل في الكادر الصحي مطلوب منه ساعات عمل تطوعية. نعم. نظام التطوع في الدفاع المدني ولله الحمد يحتفظ لكل شخص بهذه الساعات. يعني تطوعت معي ساعة أحتسبها لك، تطوعت معي شهر أحتسبها لك، في النهاية يكون لك رصيد ومخزون من ساعات العمل التطوعي في صفحتك الخاصة. الآن لكل متطوع صفحة خاصة في نظام العمل التطوعي، يستطيع عن طريق الباسورد الممنوح له أنه يدخل ويستخرج مؤهلاته وشهاداته وخبراته اللي أودعها، وأيضا ساعات العمل التطوعي ومكان التطوع وكذلك الخدمات التي قدمها للمستفيد في مستقبل الحياة العملية. جدا جدا الخبرات اللي بياخذها معكم وبياخذ تدريب وبياخذ تأهيل، خبرات ما هي بسيطة، تراكمية جدا. شوف أنا قلت لهم في ندوة ألقيتها في مستشفى قوى الأمن اسمها ندوة التطوع الصحي، وأخبرت مجموعة من الحاضرين، قلت لهم أنه الحج أكبر أكاديمية، من لم يستفد من هذه الأكاديمية لن يستفيد أبدا. يعني تجد في الحج سبحان الله العظيم جميع البشر بمختلف فئاتهم وشرائحهم ومؤهلاتهم واختصاصاتهم
وأنا أقول للأخوة والأخوات العاملين في الكادر الصحي، لو عملت في أرقى مستشفى في العالم لن تجد ما تراه الآن في المشاعر المقدسة، من اختلاف في الجنسيات، من اختلاف في الأعمار، اللغات، البيئات المختلفة. فهذا يعني فرصة لك كأخ متطوع وأخت متطوعة أنكم تستفيدوا من هذه الأيام المعدودة. صحيح. طيب لو أردنا أن نطلع شوي للدفاع المدني، يعني سامحنا يمكن تخصصك في التطوع، لكن الدفاع المدني مهمته يعني إنقاذ حياة الناس والحفاظ على أرواحهم. يمكن في الأيام الماضية كان في أمطار هنا جاءت في المشاعر المقدسة، فنبغى نطمن الناس كيف كانت الأوضاع، هل استدعت تدخل الدفاع المدني أم كانت الأمور طيبة؟ لا، الأوضاع بشكل مطمنة، والمديرية العامة للدفاع المدني بتوجيه من معالي الفريق وسعادة قائد قوة الدفاع المدني بالحج تسخر جميع إمكاناتها البشرية والآلية في خدمة ضيوف الرحمن. والحقيقة أريد أن أصحح معلومة، أن الدفاع المدني ليس فقط إطفاء وإنقاذ، بل هو بمفهومه الشامل يساعد على كل ما يتيح لهذا الحاج أداءه نسكه بكل يسر وسهولة. يعني إن أتيت إلى الإنقاذ، الإطفاء، السلامة، الحماية المدنية، أي تخصص يعني يطرأ على بالك على سلامة الناس وأمنهم، جدا جدا آمنين مطمئنين، هو الدفاع المدني يسعى أن يقوم الحاج بأداء نسكه على أحسن وجه حتى يغادر هذه البلاد المباركة. الأمطار اللي تصادف في أيام الصيف هذه شيء غريب يأتينا في مكة، ما حصل منها تضرر لكم في الدفاع المدني السنوات من خلال؟ أبد الحمد لله، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أنه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين قدمت كل ما يعين هذا القطاع على تنفيذ مهامه وواجباته. لدينا فرق متخصصة في عمليات الإنقاذ المائي، لدينا فريق البحث والإنقاذ السعودي وهو من الفرق التي هي في الصدارة على المستوى العالمي، لدينا جميع الإمكانيات التي تمكن رجال الدفاع المدني في الميدان من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة، ولله الحمد لله. وأمطار خير وبركة يعني، وكلها أمطار خير وبركة. نعم، وهناك استعداد، الدفاع المدني يعمل على تحليل المخاطر ومعرفة مواقع الخطر وأوقات الخطر حتى يكون هناك استعداد لأي حالة لا قدر الله. نعم، إن شاء الله ما يأتي، إن شاء الله مثل ما قلنا ربنا لطيف سبحانه. يعني أنا كنت أتكلم مع بعض الناس كان يقول يا أخي أنتوا كيف تجيكم أمطار في شهر أغسطس يعني في هذا الصيف في مكة؟ قلنا هذه بركة ضيوف الرحمن ويمكن دعواتهم. نعم، صحيح. نسأل الله أن يعينهم على أداء نسكهم وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين إن شاء الله. أنا يعني أحيل المايك أيضا للشباب اللي هناك في استوديو الرياضي، إذا كانوا ودكم تشاركونا أو تسألوا بعض الأسئلة لساعات العقيد حتى لا يقول أن استفردت بالحوار معه يعني بمفرد. هل تسمعون الأخوان هناك في استوديو الرياض؟ سامعينك. نسمعك دكتور خالد، شكرا لك ولضيفك الكريم هناك من المشاعر المقدسة من مشعر ميناء. نشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد على هذه المقابلة التي أجريتها هناك، ونأمل أن نلتقيك في لقاءات قادمة سريعة.